شلون يوم خير؟ وين رايحين؟ رايحين البر. تقلصون؟ عبد العزيز، انت جاي تستظرف؟ ما ادري عنك، اليوم موعد اشوف عيالي. المدرسة طالبة منهم تصوير الحياة البرية. كان يبتيهم بيتنا، كل شي في بيتنا، صراصير، عقارب، عناكب، حياية، اخو حمار ما يفهم، تودين عيالي البر تغربلينهم ليش؟ تعالي بيتنا. عبد العزيز انت شفيك؟ انت جاي تسوي مشاكل وبس؟ احترم نفسك، انا ما اكلمك انت، ترى بقول حق ولي امرك، انا اكلم طليقتي ام عيالي. اقول اشوف طولنا في الوقفة، وانت ان شاء الله ليش ما تسلمين؟ كبر راسك علينا، وانا اللي مياوزتنش ولدي. وي شحال بلشه، انتو جايين تخانقوني بوسط بيتي؟ عطيني عيالي وانا بروح عنك. يبا تعالوا ويانا البر. لا ايه حو بنصير نشمها ولا لا؟ قول ان شاء الله. قل ان شاء الله. وبعدين قصد بخيل؟ نعم. دي عمليه بنج مو بشرب عصير. الله يهداك، انا اقول لك الريال ما قام من غيبوبته تقول لي شربت. يا زور اعطينا ساعتين ثلاثه اربعه، خلي الراجل يفيق جسمه ضعيف. دكتور لا يكون ناصر فيه شيء وانت خاشع عني. اسمعني، امها ما راح تقول شيء. هي برنس الان ليه بس؟ اذا كان عماه هو اللي جبنا هنا. اسكت اسكت وما اشوف امها. اسكت اسكت اسكت. هاي هاو ار يو دان؟ هاي بيبي. ايش قالت؟ ازيك ازيك ازيك. ويتش متر؟ فيري جود. This is Faiz. This is Mom Faiz. How are you حماتي؟ سوزي حتبقى مراتي. دي حماه تجنن، أحلى من بنتها بكتير. Where did you take my daughter today? Swimming pool. أقول ليكون الأم عصبت لأن ودينا البنت swimming pool. هاي ما أدري swimming pool. الظاهر كده. الظاهر كده. يلا عاد يلا قول حق الأم نبي البنت حق الزواج. يلا. صور الضب. انت ايش فيك تلاقي لنا تشلت من الاف بي اي؟ اخاف شيء يلدغهم. انا ابوهم واحرص من غيري. لو كنت حريص عليهم كان ما طلقتني. انت طلبتي طلق. كله من امك هذه النسره، كرب شغلتني عندكم خدامه. يبا العنكبوت حشره ولا حيوان؟ اسال عمك جابر وهو تخصص عناكب. والله التقاعد مرض. يعني أنا أقول لو الحكومة تمد التقاعد لين 80 سنة أظن بيكون أحسن. وش حقه بعد أحسن لين 80؟ لين ما يفنقشون ويفكونا منهم. إلا أقول لك شو رأيك أنا أصير أشتغل؟ يا روحي نحن وين وأنت وين أمي الله يهدي؟ روحي مستغرب من القرار. يقول يبغون من الدم الحار ما يبون البارد، وأنا دمي بارد. أنا اليوم ظروفي صارت صعبة، انقلوني إلى منطقة نائية. خلاص الحياة أصبحت مملة، الحياة أصبحت صعبة. أنت تبتكرين الحياة بدون عيال ومرة سهلة؟ صورتكم. عاد لا تطلعنا في الانترنت. خلو زهرة هدي نفسك، زي ما صار شيء الله يهديك. لا صار. لو أنت مأجل زواجك من مريم كان ردت ذليلة على عبد العزيز، لكن عاد ايش نقول؟ النصيب. الله يهدي سمي، الحين انت بتحاسبين الرجال عقب كم سنه من الطلاق؟ زين شو تامرين؟ شوف عاده ترد لنا مريم مثل ما خذيتها عنا. تبى الصدق؟ انا ما بلاقي حد يخدمني مثلها. زين شو قصدك؟ اطلقها يعني؟ الله بيكافئك اذا هديته، على الاقل بترد ويا ريلها تحت سقف واحد، بدل ما هم متشتتين هم واليهال. شو اللي صاير؟ اخ بخيت ناصر صار عنده مشكلة. مشكلة؟ شنو هي؟ ربنا يستر ما يصير انه حيصحى من الغيبوبة بتاعته. شنو يعني؟ جرعة البنج ما اخذها زيادة، وانا من رأيي تجيب اهله. احنا كل ما نقول لك هات الياهل نشوفهم تقعد تذلنا؟ شو تبيني اسوي؟ مشغول في هالدنيا. مشغول؟ ولا تدور حرمة جديدة؟ عمي
ترى بنتك تبيني أردها وأنا ما عندي مانع. أنا أرجع لك؟ لو تموت ما رجعت لك. كيفك؟ الزين فيني أني أنا ما أنسى العشرة اللي بيني وبينك، وعيالنا حرام يعيشونهم متفرقين. لا تحلم، لو بغيت أرجع لك كان رجعت لك من زمان. وبعدين خطاطيبي كثار، كل واحد أحلى من ثاني. لو بغيت أتزوج كان لقيتهم طابور صافين. اجلس يا غانم، بنحط لك فالة. صار لي ساعة قاعد ما حد حط لي شيء. على العموم أنا بامشي الحين وخلي اليهال عندك، وباي المغرب أخذهم. تشاو تشاو تشاو. شوى قلبك مثل ما شويت قلبي. يا نعمة يا يبه، لا تدعين على طليقك، هذا في يوم من الأيام كان ريلك. حار قلبي يا يبه، هذا يطلقني؟ لو سمحت أخوي. مرحبا. مرحبتين أخوي. شو عندك هني؟ ايش عندك؟ فيك شيء انت؟ عندي فيك شيء؟ انا اللي اسالك ايش فيك؟ انا اللي اسالك، تعرفني؟ اعرفك؟ ما اعرفك، علشان كذي اسالك. زين من هيك انك ما تعرفني، انا بعد ما اجاوبك، توكل على الله. ها بابا، انت تبي ماما نعمة؟ ها بابا وتبي ماما، حلوة والله، شو السالفة؟ ايش اللي بتقول لي؟ ماما؟ لازم تقول لي بابا. تأخر المدير، ما قالك بيتأخر هو؟ ها؟ ما يتكلم موظف، ما يتكلم مدير، بيتأخر ولا بيه؟ لا مسكين ضايع. الظاهر في الاجتماع في أخبار زيادات. يبقى أنا سامع أن الحكومة بتزيد الموظفين 20%. متى سمع؟ من 20 سنة. هي فيها تفنيشات السالفة. تبحث ما فنشوه. وزارة فيه 3000 موظف ما تموا إلا 1202. يا خش بلاك، تفائلوا بالخير تجدوه، ترى الدنيا دوارة. آسف على التأخير. حاضرين طال عمرك، لو تبين نبات في المكتب حاضرين. طبعا الكل يسأل الحين أنا ليش جمعتكم. طال عمرك كل يطلع من حلجك بشارة. عفوا اخوي، مجاملات هني في العمل ما نبي. بتجاملون جاملوا هناك في بيوتكم عند امك هناك، بسكم عاد. شو رايك فيني؟ توك تقول بتبات في المكتب، ما حد قال لك شيء. انا غير، انا مجاملاتي غير، انا رزه. حبيبي المجاملات مثل الملفوف، طعمه حلو بس ينفخ البطن، متروس هوا على الفاضي، لا تصير ملفوف. انا متروس؟ ايش قصدك؟ استهدب، خلي بس استهدب الله يا ريال. ربي لي الشعر لين ما في قمر في شعرك. بس ايش رايكم تتهاوشون مع بعض وانا اتفرج عليكم؟ ناقصكم انا؟ ابوكم غانم شري بغى ياكلني. شلون ناكلك انت علوج؟ ابوي حلو وطيب. ايش رايكم انا اسوي ابوكم؟ اسوي لكم حلاوه واسوي لكم سياكل. تو اشتري سياره حق عمرك، سياره القرنبع. جابر؟ اي نعم. ياي أزور أبوش، يقولون فيه المرض الجدري، الجدري المائي. جدري مائي هو عمره 50 سنة. أبوي صار له 3 سنين هو مريض. توك حسيت؟ يماه ريال يقوله بيسوي أبونا. أبوكم؟ وانتو ايش رايكم؟ واعد يحد حاجة مو بحلوة. هذا قرار الحكومة، أنا مالي شغل. يعني الحكومة ياتهني اسألتني ايش تبون، ايش قاصركم، شنو مشاكلكم؟ عبد العزيز لا تتدخل بالسياسة، هذه سياسة الحكومة. هذه سياسة غلط. بس سياسة حكيمة، حكومة ما تقصر. ما تقولي لي شو اسوي؟ تستنى غدوه يفيق. اي فيق الله يهداك، يقول لك جرعه البنج زياده عليه ما تحملها. اي وش فيك تصيح؟ انا اللي عملت له العمليه. الصراحه طيحته هذه ما في وقت،
علينا أشغال، علينا تواقيع، علينا مقابلات. شوف أنا من رأيي تروح تبلغ أهله. لا لا ليه؟ من غير ليه. طيب يا مسيو عبد الوهاب، لا ليه؟ فهمني يا كهو. أقول لك الريال مسوي عملية شفط ولا يبي حد يدري عنه، لا هله ولا ربعه، حتى ما يعيرونه باكر، إلا المشفوط راح والمشفوط رد. حتى يقوم الساعة في الأول باش يعايروه. هله مقاطعينه من زمان. وهو مقطعهم ليه؟ ايه هذه سالفة طويلة. سالفة ايه؟ على آخر عمرنا يطلع واحد منه فينا حرامي، انت ما تستحي. ما لكم علاقة فيني، ابي افتح العالم. شو تنفتح العالم؟ يعني انت ما حلاك الانفتاح الا الحين؟ كبر قبل يوم ما تكبر وانفتح على كيفك. الانفتاح على كبر يعني ما لك في الدنيا نصيب، والقط والعود ما ينفتح، قصدي ما يتربى. انا ما ابي عيشتكم، هذه عيشة، عيشة الفقر، عيشة الحاجة، عيشة المذلة. خلوا القطاوة تعيش معاكم. مذلة يا اسود الوي، شايفنا قاعدين نطر؟ ان الرجال صناديق مغفلة وما مفاتيحها الا بالتجارب، وانا ناوي اجرب. ابوي اذا تبغى الصندوق مغفل قصدي مقفل لازم تتم عدنا هنا ولا تستوي نحيس. الانسان ما يعرف حدوده الا بالتجارب، وكل ما جربنا شيء اكتشفنا شيء. خلوني على كيفي. ابو بناصر هذا كولومبس، شنو اكتشفنا واكتشفنا وخلوني على كيفي؟ تشتبي كيفي. شلون يخليك يعني على كيفك؟ باكر بتقول بهرم مخدرات عشان اصير تاجر. ليش لا؟ يا جليل الحياة. تضربيني يمه؟ اخوي ناصر الام اللي تهز السرير يمينها تقدر تهز العالم بيسارها، هذه امك خلت صفعك صفعتها فيها شفا. دخلنا احنا فينا باليوم، دشيت في سالفة انت مالك فيها، مسوي نفسك مثقف وانت حمار ما تفهم شيء. هذا فرق بيني وبينكم، انا ما بيعيش معاكم، وباكر باكر اذا صرت غني لو اي واحد فيكم يا عندي وطلب مني ما راح اعطيكم، فاهمين؟ ما راح اعطيكم، ما راح اعطيكم. خطف المحمل. من يومها وصار حق ناصر شان وقطع علاقته بهله، ناصر راسي يابس وعنيد. مسكين ربي قومه لبس. صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ مش موجود. دخلك بتعرفي لي وينه؟ ما عم يرد علي لانه الريال مسافر. وين مسافر؟ لبنان؟ لا مسافر للقاهره. انتوا الحين بتسوونها يعني جامعة الدول العربية؟ الريال مسافر، نقدر نساعدك في شيء؟ لا والله ما حدا بيقدر يساعدني غير هو. يا سم يعني طال عمرك ما يصير، ما بغينا نفتك من الشهادات المضروبة، طلعتونا بإلغاء الامتيازات الوظيفية، ما يصير. عبد العزيز أنا تراني واقف في صفك، مو كفاية ما فنشتك؟ كل اللي سويته اني نقلتك لقسم النقليات في حتى. اي بس انا عندي ظروف، امي مريضه، امي كبيره في السن تعيش مرحله الشيخوخه، تدري كم عمرها؟ كم؟ 70 سنه. 70 سنه شباب، ما تشوف انت صباح. اي بس طال عمرك صباح التعشى خبز زيتون فواكه فتوش، امي تعرفش تاكل في الليل؟ ضرب مجابيس لحم حوار تونه. هاي اكلنا صجي بعد شنو؟ عبد العزيز لا تقعد تأذيني، بتروح حتى ولا ننهي خدماتك. طال عمرك شو ودي المناطق النائية؟ والله ما حد قال لك تغشنا، من غشنا فليس منا. من لا يرحم كبيرنا لا يرحم صغيرنا. يا حي الله يا ارن. الله يسلمك يا ابو نعمة. تبغى الصدق يعني انا مقصر، انا ترى ما احب اتلصق وايد، انا من يوم صغير الله يسلمك حياوي شوي استحي يعني. ايه عشان كذي لان الحين ما تزوجت. يا ربي ايش فيهم ما يردون على التليفون؟ يا خوفي يهدوني بهالدنيا بروحي.
ميري، ميري تمرمرتي بحياتك ميري. نعم ماما. سويتي سلندر الغاز؟ أيوة. غسلتي الفرن ونظفتي؟ أيوة. زين والخبز؟ اشتريتي مال اليوم؟ لا ما يشتري. انت ليش هالكسل؟ ليش هالرباد؟ ترى بغيرك. وايد قرقر ما يقدر قد. سود الله تويها والله هدتني وراحت. قرقر وقرقر انت بهذه العكاز وعراسك. لكن هين يا ميري انا اوريك. صالح الحين انت ماخذ اجازه اسبوع، ليش قاعد في البيت؟ وانت بنروح نتمشى نغير جو شوي. اذا صدق تبين استانس هاتي لنا عيال. ان شاء الله ولا يهمك، الحين بروح الكبت وبجيب لك. كم واحد تبي؟ خديجه ما تحسين البيت شوي هادي اكثر من اللازم؟ صالح مو بناقص لا تقولنا انا ممله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحين هذول صدق سالفتهم؟ بيقطعون على بدلات غلاء المعيشه ليش؟ كل يوم يطلعون لنا شيء يا سعدون. خلاص احنا مقبلين على عالم الضرائب. ايش قايل؟ نحن في هالعمر وين فينا شد على الضرائب والمشاكل؟ سعدون انت ايش فيك؟ ما تفهم؟ الضرائب يعني ما بضرب هواش، الضرائب يعني تاكس. الحكومه بتفرض على كل مواطن تاكس. ابويا هذه حكومة واللي بتعطيك الحكومة خذه. باكر ترى بيقطعون عنك كل شيء. سعدون أنا ماني خلقك. لا برا. عندي فرصة زي لحظة. يبا أنا ما بناقص حمير، عندي حمار هناك في البيت. يلا. شقايل؟ يلا شقايل يلا. سالفتهم الوزارة تفنيشات، يدورون شهادات مزورة، يلغون بدلات. الحين بيسوون ضرائب ليكون بس البترول خلص ومستحيل يقولون لنا. يعني يقول لك الكلمة اللي بيستحي منها بدها. يلا عير بدها وسمعني. أسمعك. طال عمرك بغيت نعمة زوجها لي. نعمة بنتي؟ لا بنت الجيران. بنتك طال عمرك. شو قلت؟ يعني بدل ما هي مجاب له ليدران جابني أنا أحسن. إذا تبي الصراحة أنت أبرك من اليدران. شو قلت عمي؟ ما سمعتك. قلت نشاورها وانت يا عزيز. جزاك الله خير. بس وين بتسكنها؟ عند أمك؟ أكيد، ترى أنا ما عندي بيت وأمي ما أقدر أخليها روحها، وكل ما تتكلم شوية تمرض أسبوع علينا. بس خاف تناجر بنتي يا جابر. يا ريال خلت تناجرها شو بيستوي؟ الدنيا كلها نجرة في نجرة تراها. بس بنتي وايد حساسة. ما يخالف عمي، كل الناس فيها حساسية، عادي يعني. زين تقدر تصرف عليها؟ ترى بنتي صرافة. عفا عليك، بستوي لها يابر للصرافة. من وين يا حظي؟ أخبركم من التفين. لا الحمد لله مستورة يعني. شوف يا جابر، إذا تبي بنتي لازم يكون عندك مصرف، الزواج مو بلعبة. You wanna come to my room? Your room? أنا ما روم سوزي. Yeah, let's go. What much? My mom شغل. Let's go. ليش؟ تقول يا أبي أتزوج وتبيني أسكت بعد؟ لو يحلالك بعد أجنبية تبيها. يجوز الزواج من أهل الكتاب.
فايز عجيب، قمت تتكلم بفتاوى الشرعيه بعد. نعم، ولا فرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى. فايز اقلب وجهك، مالي خلقك خلني بهم اخوانك. اقول لك ابي اتزوج، تقولين لي اقلب وجهك؟ ليش النقاش معك بيزنطي؟ هذه اخرتها تسب امك يا فايز؟ انا بيزنطيه انا؟ الله يهداك، بس اوديك يمين تردين شمال، ايش فيك بعد يا فايز؟ اهل الشمال يعني انا كافره صح؟ يا وانا كل ما اقول لك شيء يطلع غلط. قلنا لك الزواج من سوزي باطل باطل باطل. زواج ما بتتزوج، مو بكيفك. يا ربي تنزل ما الزواج، انا شنو اقصني؟ شوف عاده، يوم انا بموتك الساعه اخذ راحتك وتزوج بكيفك. زين يمكن ما متي، تميتي 120 سنه مثل الحمسه، يعني انا ما تزوجت 100 سنه، شو بيبقى مني غير الفور ويبه؟ ايش فيك تشبه امك بالحمسه؟ عيب، في شبه شوي من الحمسه لكن عيب. هاي امك ادعينها بطولة العمر، صدق ما تستحي على وجهك. ترى بجابر انت مو بسقرت. عبد العزيز اسكت يا اخوي، انت جالس تسبح مخلني انا وامك. شوف عاد انت جابلني هني، انا حين اقول انت صرت تخطب لبنيه هذه اهانه حقي وحق كياني. كيان انت في العمر هذا ايش كيان؟ امي خليني اتسهل واتزوج، ترى بموت وتسب انت. جابر الانسان يومه معروف وكل شيء مكتوب، استغفر ربك عاد. بس حسبي الله عليكم، انتوا اللي بتخبلوا بي. عبد العزيز اخوك بدا يتمرد. من حقه. نعم لا قصدي باشنقه. وين الغلط؟ وين ايام الغوص كان الشباب يتزوجون واعمارهم 16 سنه. الله يا ذيك الايام، لا مكسرات لا مخدرات، عصمه من الشيطان. شايف العيال يا حسين يبون يردونا لايام الغوص. وش فيها؟ وش فيها ايام الغوص؟ ايش فيها؟ مو بنتو تمدحونها؟ تضربون فيها المثل؟ صحيح. شنو صحيح ها؟ موافق على كلام انت؟ خليني اقول راي، ليش ماسحه شخصيتي؟ هي مو ماسحه شخصيتك، هي خايفه عليك. لا ناقص تقول عني مينونه بعد. قلت لك انا ابي اتزوج سوزي، يعني بتزوج سوزي. حامض على بوزك. سمعته تطنز على مشاعري. حليل مشاعرك، هي ما تطنز على مشاعرك، بس انا بسالك سؤال، ليش يعني تبغي تتزوج سوزي؟ ليش ما تكون يعني اليازيه مزنه روضه مثلا؟ اقول انا ما ابي محاضرات، انا حبيتها وما ابي لها بديل. حليلك. الحين هاي مستواك؟ من عقبي انا بتاخذين واحد تقول مقطوع عنه محلول الجفاف؟ الحين هاليابس صار احسن مني انا؟ وانت ايش دخلك؟ انا حره اخذ يابس ولا لين. اسمع بنتك يا عمي، تبي تاخذ واحد لين؟ ايش فيك انت يا قانم؟ لا تكن يابسا فتكسر ولا تكون لينا فتعصر، خلها على راحتها يا يوه. يا عمي اقول شوف بنتك وانت قاعد تقول لي حكم وامثال، ايش بيقولون الناس عني بكره؟ انا ما ارضى بالاهانه من بعد السبع غانم. نعمه تاخذ الغراب جابر يا يوه، احنا ما عطناه الرد، الريال توه داق الباب. ايه لا تعطونا رد، افا عليكم بس. عيل وين خطاطيبك اللي كل واحد احلى من الثاني؟ كيفي ما يخصك فيني. اذا خذيتي جابر شبيب لك من العيال؟ انت تبين تعقدين عيالي؟ يلا يا عيال. سمعت يا يبا شو يقول؟ ما عليك منه يا يبا، الا هذه غيران. بطل الباب. الباب ما في. اي ادري انه ما فيه. يو يو خذ خذ بعدين تشوف، انا معي مفتاح. بطل الباب، انا عندي سمان بودي فوق. اوكي يلا. Thank you.
كرم ايش قاعد تسوي؟ انا قاعد اطلع الاوراق المهمه. بأمارة شكون تطلع فيها اوراق مهمه؟ اي بخيت قال لي، لان تدرين عندنا اشياء وايد تاخرت. كرم من فضلك تطلع برا، انت مندوب تخليص معاملتك هاو، وان بلوس دخلت من ورايا. انا ما دشيت من وراك، انا دشيت من قدامك، بس انت ما كنتي موجوده. بالله سعدون، تعرف شيء عن حتى تشرق الشمس. سعدون خليك معي، هذا انا وياك. انا بينقلوني حتى، تعرف شيء عن حتى؟ حتى عبارة عن منطقة جبلية نائية تبعد عن دبي 100 كيلو، ويكثر فيها المزارع والوديان والغزلان، ويزورها السواح الاجانب كمنتجع. خلاص يبا خلاص، ماني برايح. بيفنشونك. خلي فنشوني. والناس بتسأل ليش فنشوه، يقولون والله شهادته مزورة. بتفشل عن طريقتك، عند عيالك، قدام ربعك والمجتمع، كيف بتواجه المجتمع؟ قلت لي كم كيلو تبعد عنه؟ ناصر يا ناصر، ما تقوم يا يبا، ورانا شغل واللي يرحم والديك. قوم لو سمحت، ممكن ما تزعج المريض؟ بس عندي سؤال، يعني في أمل يقوم؟ الحال للحين ما يصير، الموضوع صار أصعب. ما حد قال له، والله ما حد قال له، هذه اللي ما يسمع الكلام. فيك الشفاء إن شاء الله، قلت لك ما تهدى أعصابك، العصبية بتهدى الأعصاب. قولي لهم، هم اللي يشدون أعصابي، يبون يقطعون أعصابي. ليش هيك؟ هيدي أمكن. والله منه؟ ما حد قال لنا؟ تقولنا هاي أمنا؟ تصدق يا أخوي؟ أنا للحين ما أدري إنها أمنا. شفتيهم؟ أنا حاس بضيجة في صدري، حاس إني بموت، والقبر ضيج علي. أمي تعودة من إبليس والعين الشيطان، كل هالناس تندفن في قبر. أنت كنت سمعتي ولا شفتي شيخ ولا تاجر يدفنون في قبر طوله 60 فوت وعرضه 20 فوت؟ قبر مالي هاله وايد صغير، كبر شوي. كل حق امك، تتسمعتي؟ شفتي الحين، بدال ما يقول لي عقب عمر طويل يالسي قايس لي القبر. انا امك شليتك في بطنك 9 شهور حفظناها. تفضلي دكتوره.